السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه انتصار ام ريم. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديالي. وصفه اليوم غادي تكون عباره عن غريبه كتجي خطيره في المذاق، كتجي مشقه ولذيذه وهشيشه وكتدوب في الفم. مكونات بسيطه سهله التحضير، دغيا كتوجد في رمشه عين مده ديال 10 دقائق. كتحصلوا على غريبه كيف كتشوفوا، كتجي معلكه البنات، مذاقها جد خطير ومميز، اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. غادي نشاركها معكم كيف تكون بمقادير اللي سهله وبسيطه متوفره في كل بيت وطريقتها سهله. كيف كتشوفوا هذه الغريبه هذه، انا خدمتها اليوم كوموند واحد السيده كتحمق على هذه الغريبه هذه، دائما كتكومونديها عندي وكتعاود تديها. غادي نعطيكم الطريقه ديال الطهي ديالها، ثمن البيع، عدد الحبات. خليكم على الفيديو من الاول حتى الاخر باش تكتشفوا جميع الاسرار اللي غنشارك معكم لنجاح هذه الغريبه هذه وفرجه ممتعه. ودابا غادي نحضر معكم المكونات اللي غادي نحضروا بها الغريبه ديالتنا. عندي 120 غرام ديال الزنجلان اللي حمرته وهرمشته، وغادي نحتاجوا 140 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرته بالقشره ديالته وحتى هو غير هرمشته. كيف كتشوفوا راه خليت الحبات باينين شويه، ماشي حبات هكايا ولكن مهرمش البنات شويه غليظ. غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الزبده ديال البواطه، كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه، كاس ديال السكر سنيده، وغادي نحتاجوا كذلك قبسه ديال الملحه، ساشي ديال الفاني من وزن 7.5 غرام، وعندي هنا ثلاثه الخمارات او بيكين باودر ديال الحلوى من وزن 8 غرام. انا ما غنديرهمش كاملين، غادي نحتاجوا جوج خمارات ونص من وزن 8 غرام. وبالنسبه للدقيق غادي نحتاجوا 600 غرام انا اللي حطيت هنايا، وفي الوصف ديال الفيديو غادي نقول لكم بالضبط شحال تاع الدقيق هزت ليا هذه الغريبه هذه. طريقه سهله البنات، اول حاجه كناخذ هنا واحد الاناء او قصريه، المهم فاش غادي نستخدموا الغريبه ساعتكم. هنا خديت 250 غرام ديال الزبده، من الاحسن البنات تكون الزبده ديالكم واخده درجه حراره المطبخ. كيف كتشوفوا انا هنا نسيت ما جبتهاش من الثلاجه فبقات لي قاصحه بزاف، من الاحسن الا كانت واخده درجه حراره المطبخ كتجيكم هكا سهله باش كتخدموا الغريبه تاعتكم، يعني الزبده ما كتجيكمش قاصحه بزاف. انا هنا جاتني قاصحه ولكن بقيت معها الحمد لله حتى هكا قديتها. خديت هنا 250 غرام تاع الزبده، ضفت عليها كاس ديال السكر سنيده وبقيت كنمزج فيهم مزيان، وانا كندلك في هذيك الزبده حتى كتدخل فيها هذيك السنيده كامله وكتذوب، يعني كينسجموا لي مع بعضياتهم. كيف كتشوفوا كنول نحصل هنا على كريمه بحال شكل بوماد. ضروري الزبده ما نخدموها مع السكر مزيان، وعلاش قلت لكم البنات تكون واخده درجه حراره المطبخ دغيا كتخدم. انا هنا راه محنتني شويه، من بعد ما خدمت هاد المكونات بجوج حتى حصلت على كريمه ضفت عليهم كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه، وغادي نعاود نخلط المكونات مزيان 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 حتى كينسجموا ليا مع بعضياتهم. ضروري كل مكون ضفناه كنخدموه باش هكا الغريبه كنحصلوا عليها مشقه وكتجي هشيشه البنات، ومذاقها كيجي خطير غادي ما غاديش تشبعوا منها الا جربتوها. كيف كتشوفوا هنا بخدمت هاد المكونات مع بعضياتهم حتى حصلت على كريمه بهذا الشكل هذا اللي كتكون ملسه، يعني ديك الزبده ما كيبقاوش في هذوك الحبيبات نهائيا. هنا ضفت ساشي ديال الفاني وبديت كنضيف النواشف، ضفت هنايا الكميه ديال الزنجلان اللي حمرته وهرمشته، وغادي نضيف عليه كذلك كاوكاو حتى هو اللي حمرته في الفران بالقشره ديالو وغير هرمشته، يعني ما كنيلوش مزيان. كيف كتشوفوا راه كيبان والحبات هكا مهرسين يعني ماشي منيل. وهنا غادي نخدمهم مزيان مزيان، غادي نبقى ندلك فيهم حتى كيطلق لي داك الزنجلان وكاوكاو الزيت ديالهم. ضروري هاد المرحله البنات تخدموهم مزيان مع بعضياتهم باش هكا كيف قلت لكم الغريبه كتجيكم مشقه. هنا من بعد ما خدمت المكونات كاملين مزيان غادي نضيف هنا الخماره او البيكين باودر، غادي ندير جوج ساشيات ونص، يعني هاد الساشيه الثالثه غادي ندير غير النصف ديالها، وكيف قلت لكم كل وحده كتوزن 8 غرام، يعني غادي نحتاجو 20 غرام ديال خميره الحلويات. وغادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج، كنضيف شويه بشويه كيف قلت لكم انا عابره هنا 600 غرام ديال الدقيق الابيض، ودائما كنختاروا الدقيق اللي كتكون النوعيه ديالته مزيانه، يعني كيكون خاص بالحلويات باش هكا الحليوه تاعتنا ما نضيعوش في المكونات تاعو وتنجح معانا. صافي هنا البنات بقيت كنضيف الدقيق بشويه بشويه، راني تحدث ليا واحد المقطع
ما يمكن وقفت لي الكاميرا ما شفتوش ملي كنت في الدقيق بشويه بشويه، حتى جمعت العجينه تاعتي كيف كتشوفوا، وغادي نحصل على واحد الغريبه اللي كتجي خفيفه، العجينه تاعتها رطبه يعني وما كتلصقش باليد في نفس الوقت. هانتوما نوريكم القوام تاعها كيفاش خصها تكون. العجينه كتجمع لينا ولكن راها رطبه بزاف، خاصها تكون بهذا الشكل هذا، يكون هذا هو القوام تاعها. اهم حاجه هو ملي نحطو على اليد تاعنا ما تلصقش فيها، وملي نبغيو نشكلوها هكا غريبه كتشكل لينا بكل سهوله، وفي نفس الوقت العجينه راه رطبه لان فيها الزبده. صافي هنا البنات غادي ندوز نغسل يدي ونجي باش نشكل معكم العجينه تاعتنا. غادي نشكلوها هكا الكويرات، الحجم ديالهم واحد 24 او 25 غرام على حسب اللي بغيتو نتومايا. بالنسبه للغريبه باش كتجي هكا هماويه وكتجي غريبه للبلديه، ضروري كيكون الحجم تاعها شويه كبير، انا هكا كتعجبني. المهم انا درت هنا قياس ديال 25 غرام، نتوما ممكن ديروا حتى 26 24 يعني على حسب اللي بغيتو، واش بغيتو غريبه كبيره او صغيره. ومن رايي انا الغريبه خصها تجي هكا كبيره باش كتبان هماويه في الحطه ديالتها. صافي غادي نشكل العجينه ديالتي كامله هكا على شكل غريبه، من بعد ما غادي نكملها كامله هكا في التكوار. غادي ندوز باش من بعد ما شكلت هنا الغريبه يعني قديت على واحد القياس ديال لاطا، غادي نحتاجو هنا سكر كلاصي سبيسيال البنات. كنأكد عليكم انا ما كنوريكمش الماركه، ولكن غير باش نقول لكم ضروري النجاح الغريبه هذه خاص سكر كلاصي يكون سبيسيال باش هكا تشقق ليكم. الا كان سكر كلاصي عادي راه الغريبه ما غاديش تشقق نهائيا. انا كناخذ هذه الباكيه هذه هي اللي كنستعمل، وغادي نحتاجو واحد الكميه قياس واحد 100 غرام ديال اللوز اللي كنشد كل حبه، كنقسمها هكا على جوج بالموس وصافي. هادشي اللي غادي نحتاجو للتزيين ديال الغريبه تاعتنا. هنا كنحاول نشد غريبه وكندوز ديال الوجه ديالها مزيان في السكر كلاصي، يعني كنفندها فيه مزيان، كندوزو غير الوجه صافي. وكنحط في اللاطه، اللاطه اللي فرشت ليها الورق الخاص بالطبخ، ممكن ديروه او ما ديروش. انا وحده درت فيها البابي الخاص بالطبخ، واللاطه الثانيه ما درتوش فيها يعني كانت قاد عليا ما درتوش. المهم بالنسبه للغريبه ما كتلصقش البنات نهائيا، كدهنوها بشويه تاع الزيت صافي وكتحطوا الغريبه ديالكم صافي. هنايا غادي نكمل الغريبه اللي عندي كامله هكا كنفندها في سكر كلاصي سبيسيال وكنحط في اللاطه. يعني طريقه سهله البنات، كتوجد في اخر لحظه كتجي راقيه في المنظر وكتجي خطيره في المذاق ديالها. صافي هنا بعد ما كملت اللاطه ديالتي كامله كيف كتشوفوا، خديت هنا الحبه ديال اللوز اللي قسمتها على جوج، يعني كل نص حبه ديال اللوزه كنحطها في غريبه وحده كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا، وكنحاول نضغط عليها. وراه ملي كنضغطوا الغريبه كتبدا كتشقق لينا، طريقتها سهله البنات. بالنسبه للطريقه ديال الطهي ديالها الفران، ملي بديت كنخدم فيها يعني ملي حطيت المقادير فوق سطح العمل، شعلت على الفران، شعلت عليه من الفوق ومن التحت على درجه حراره 200 وخليته كيسخن. دابا هنا ملي كملت الغريبه تاعتي الفران عندي راه سخون مزيان، خفضت ليه درجه الحراره حتى 180 وشعلت عليها من التحت ومن الفوق، نقصها يعني قتلت العافيه مزيان من الفوق وخليتها هكا كطيب على خاطرها من الفوق ومن التحت باش هكا كتشقق لينا. هنا وريتكم واحد المقطع ملي درت هكا الحبات تاع اللوز وهي باقا خضراء كتبدا كتشقق.